اعتصام جزئي امام وزاره التعليم العالي بحسان بعد مجموعه من المحطات النضاليه في مجموعه من الوزارات المعنيه كوزاره التشغيل وزاره التعليم العالي، ولحد الساعه ما لقينا حتى شي تجاوب. دائما الاذان الصماء طبيعه الحال، هادشي بعد مجموعه من المراسلات الوطنيه ولحد الساعه ما كاينش تجاوب. حنا كنطلبوا من الناس المسؤولين ومن الناس المعنيين بالامر يفتحوا معنا باب الحوار، على الاقل يفتحوا معنا باب الحوار. حنا هنايا صامدين اليوم وكنقوموا باعتصام جزئي، مرابطون هنايا غادي نبقاو هنايا صامدين. كنطلبوا حاجه وحده، هي انهم يديروا معنا غير الحل، لان المطلب ديالنا واضح وباين، هو التوظيف في الوظيفه العموميه، الادماج في الوظيفه العموميه او الادماج في سلك الوظيفه العموميه. ومن هذا المنبر كنشد اعلى سلطه في البلاد اللي هو صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله الالتفات الى ملفنا المطلبي والعادل اللي كيتضمن فقط الادماج في سلك الوظيفه العموميه. انا بالنسبه لي لحد الساعه 6 سنين ديال البطاله، وكاين مجموعه ديال الاخوان عندهم فوق 6 سنين، كاين اللي قل 6 سنين، ولكن الاغلبيه راه من 3 سنين الفوق البطاله. اذا دائما الاقصاء، دائما التهميش. الان اصبحنا نعاني من حاله نفسيه، راه حاله نفسيه، لان العطاله ما عندهاش شي تاثير اجتماعي، تاثير نفسي، والتاثير النفسي اكثر من التاثير الاجتماعي. المعاناه اللي كتعاني؟ معاناه اجتماعيه بحال الان. دابا حنايا دابا الا مرض فينا شي واحد ما عندناش التغطيه الصحيه، اذا هذا المعطل هذا نهار يمرض شنو باش غيداوي راسو، هذه اول حاجه. بعد تاثير اجتماعي وتاثير نفسي، تاثير نفسي يعني ولينا مرض اكتئاب. انا بعد تنتحدث على نفسي، اصبت بالاكتئاب، الاكتئاب لان ما يمكنش حنايا قرينا تعينا وفي الاخر كنتصادموا بالبطاله، واقع مرير. الاقصاء
تهميش المناصب بالمعرفة، المناصب الزبونية، المناصب المحسوبية، ومجموعة من المعايير الأخرى كمثلا التقطير بالمناصب. كتلقى مثلا دو بوست جاي عليه مثلا 10000 واحد أو إلى غير ذلك، يعني ما يمكنش الفرصة باش تجيك نجح في الكونكور بعد ما كايناش، هو تيقول لك سير دوز الكونكور. هذا الكونكور فيه مجموعة المعايير، المعرفة، الزبونية، إلى غير ذلك، حنا ما ندخلوش في هذا الشيء، ولكن التقطير بالمناصب هو الإشكال الوحيد. مثلا كتلقى كونكور فيه دو بوست ولا بوست واحد جاي المغرب كامل يدوز، هذا الشيء اللي كاين هذه الساعة، والإقصاء والتهميش، دائما الإقصاء والتهميش. ويا صاحبي الجلالة الإطار في حلو، ويا صاحبي الجلالة الإطار في حلو، ويا صاحبي الجلالة الإطار في حلو، والدكتورة في حلو، والدكتورة في حلو، ويا صاحبي الجلالة الإطار في حلو. أناني يا وزير يا أناني، وخدمني نمشي بحالي، تنسيقية الإنصاف الإطار العلمي مع الطالب المغرب. جينا اليوم جينا نحتجوا يعني بعد مجموعة من الاحتجاجات ومجموعة من الوقفات، يعني وقبلها مجموعة من المراسلات، مجموعة من الوزارات وعلى رأسها وزارة التربية يعني التعليم العالي والكفاءات، يعني اللي كنا حنا خريجين ديالها. للأسف أننا من بعد سنوات وسنوات يعني من التخرج تلقاو راسنا أننا تنعانيو واحد يعني واحد الواقع ديال البطالة اللي هو أليم ما عندوش نهاية. يعني تنتسناو حنا حلول، ما كاينش شي حلول اللي واقعية وناجعة. يعني بعد مجموعه من الوقفات اليوم عندنا واحد يعني واحد الاعتصام جزئي كتحضير الوزاره او كانذار الوزاره، لعل وعسى ان تكون واحد الاذان صاغيه ان من لدى المسؤولين. للاسف للاسف ليس يعني لحدود الساعه ليس هناك تجاوب. نتمنوا هاد المسؤولين يلقاو لنا حلول، ان الواقع ديالنا مرير، عندنا ظروف اجتماعيه قاهره. يعني ما يمكنش ان واحد الاطر العليا يعني ماشي عام ماشي جوج، يعني سنوات وسنوات وسنوات، شي حاجه اللي غير مقبوله وغير واقعيه. نتمنوا هاد الناس هادو يكونوا انسانيين ومسؤولين قد المسؤوليه يعني الملقاه على العاتق ديالهم، وشوفوا فينا يعني كاطر عليا اللي كتستحق انه يتم الانصاف ديالها. وشكرا. شحال من عام انت كتعاني من البطاله شخصيا؟ يعني بشكل اساسي تقريبا 7 سنين. خدم واحد الخدمات ولكن ماشي بالمستوى اللي كتستحق. حنا ما قريناش باش اننا نمشيو نبقاو دايرين الكروسه يعني باش نبيعوا الديسير او نبيعوا الخضره، حياتنا كامله غنبريكو لي واحد الفتره، ولكن ماشي سنوات وسنوات وسنوات. ما يمكنش انني نضيع يعني الطفوله ديالي والمراهقه والشباب ديالي، يعني اجمل يعني ايام العمر ديالي باش نقرا وناخذ واحد الشهاده في نهايه المطاف، نرجع لواحد يعني لواحد المسار اللي يعني ديك دوزتو باش انني نوصل وناخذ شهاده نبقى يعني نداوم فيه حياتي كامله. نتمنى هاد المسؤولين يلقاو لينا حلول. شكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.